اهلا بنات، عيد مبارك سعيد. باش ما كتمنوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر. هذا كان اخر يوم في رمضان، كنتمنى يا رب تعيدوا علينا وحنا في كامل قوتنا وصحتنا. في هذه العشيه كنت ساليت الخدمه وجيت نجمع الدار، وبصراحه كنت معوله على شركه يجيو يعاونوني، ولكن في اخر لحظه قالوا لي مدام سوري غتجمعي الدار راسك هذا النهار. عرفتي الصراحه فاش قالوها لي حسيت بالحقره، خصوصا كتكوني معوله انهم غيجيو وما تيجيوش، ما عليك غير تحزمي وترزمي وتنوضي جمعي الدار بوحدك. بديت بيتي هي الاولى، حيت بصراحه واخا تكون جو ما كنتش غنخليهم وما كنخليهمش يدخلوا يجمعوا عليا. حيت الفراش وحيت الحوايج اللي مسخين وخاصهم يتصبنوا، وبدلت كل شيء، درت غير شويه ميناج خفيف ماشي داك الميناج العميق. صراحه مؤخرا وليت من داك النوع اللي ما كنبغيش نهلك صحتي في الجميع ديال الدار، كنفضل انني نخرج ونفوج على ان نضيع 4 سوايع 5 سوايع وانا كنجمع في الدار. خصوصا لاحظت فيه واحد الحاجه، في الاول كنت من داك النوع المهووس اللي خصني نقي الدار وكل شيء واللي مرتب، الاخر اكتشفت انا ما عنديش حياه اجتماعيه، كنت كنفضل نشقى ونجمع ونصبن على انني نرفع على حالتي النفسيه. ومن بعد تبدلت بوحدي بصراحه، كنت كنقول ندى انت ما تستحقيش هاد التماره، داكشي اللي كتوفري باش ما تعطيش للشركه اللي غتحيد عليك 60% ديال الخدمه كتضيعي غير في قهوه برا. بالعكس الانسان يعطي استحقاق لذاته والحاجه اللي يعطيها عمرو يندم عليها. بالعكس دوك الفلوس ما مشاوش خساره، يمكن انا ساهمت نعاون واحد الشخص او شركه عاد باديه. غدا نفطر مع فيكتوريا، اخر نهار في رمضان ختامها مسك، ما كتبش انني نفطر معها في الاول ديال رمضان، كتب انني نفطر معها في اخر نهار في رمضان، حيت حنا بصراحه عندنا طقوس في الاول ديال رمضان ديما كنفطروا مع بعضياتنا، كنفوجوا على راسنا في داك الاول، صافي من بعد كل واحد كيتشغل في الخدمة ولا في العراضات ولا داكشي، صافي كيولي مرة مرة، ولكن في الأول ديما تنفطروا مع بعضينا. هاد المرة ما كتبش حيتاش سافرت، واليوم قالت لي أجي فطري معايا حيت البارح كانت دايرة عراضة، قالت لي مزاجي زفت، قلت لها صافي إلا مزاجك زفت يلا نخرجوا نفطروا برا، اليوم آخر نهار. قالت لي لا راه البارح درت عراضة والماكلة غير شاطة تبقات، حرام زعما تبقى شايطة. الله شهاني الجيتسكي و عاد كيبان لكم شهاني الجو ديال البحر، فقالت لي زعما حرام الماكله تبقى شايطه اجي فطري معايا. شويه دورتها في راسي قلت السيده مسكينه عيانه وغنمشي عاوتاني تبقى توجد، قلت لها لا ما جاياش. عاوتاني عيطات لي قالت لي اجي، قلت لها الا غنجيب شرط ما ديريش لي داك الطبصيل فوق الطبصيل وفرشيطه وموس وداكشي، كثرت المعن. قلت لها غادي نجي بحال ما كايناش. ختامها مسك، جبت فيكتوريا للسبيطار. خلص اخر يوم فيكتوريا من هلك جاية ناخذ ابره ان شاء الله. The next day. صباح والبارح نعس مع 9:30، ما عرفت كي جاني ولكن جاني واحد النعاس حلو، قلت غنعس مع 9:30 الا بقيت سهرانه حتى المورا 12 ما غنعش وما غنفيقش بكري، فنعست مع 9:30 ودابا فقت مع 3 الصباح. ضربتني الفيقه قلت نادا صافي سي بون نوضي باش يلا تكملي الجميع ديال الدار وتكملي البنات صور ديال الفيديو وندير شي حاجه للفطور زوينه وصافي وندوزو النهار ديال العيد مع بعضياتنا وحنا اون فورم. الا تعطلت في النعاس كنت غادي الصباح كامل كان غيمشي ليا وانا ناعسه. كيدي العيد دي الطرب الاندلسي في التلفازه والاجواء ديال الموسيقى ديالنا مع الصباح باش نتونس بها.
بعد ما جمعت شويه الضوء ندير ماسك لوجهي ولشعري حيت باقي تابعني ندير مسمن. درت هذا الماسك ديال بيوتي اوف جيسون بالطين الاحمر، كينقي المسامات وشويه كيفتح البشره، بصراحه زوين عجبني. ومن بعد درت هادو ديال تحت العينين، قلت لا على وعسى نكفروا الدم اللي درناه في رمضان ديال الصهير، ولكن محال واش يمشي. درت هاد ليب سكراب من كوزاريكس، كيدير تقشر شويه الفم، ما بيهش زوين. وصافي اخر حاجه درت سيدر لشعري حيت رجعت ليه البنات، كنت قاطعه في يامات ديال البرد، دابا رجعت ليه وخليته تقريبا واحد ساعتين على ما ساليت التوجات ديال المسمن. دابا عندي 10 ديال الصباح، فخديت شاور وغادي نحيد الشعر اللي فوجي من الخيط. فكرت صراحة نمشي للصالون حيت عندي اصلا ابوينتمنت مع 12، فقلت نحيد، ولكن المشكلة انا خارجة من مورا الصالون نخرج، فما جاتش نكون دايرة ميك اب ونحيد الشعر، قلت نحيدو راسي في الدار. الطريقة ديال الخيط سهلة جدا، شوفوا كتاخذوا الخيط بحال هكا، ما يكونش طويل بزاف، وكديروا عقده اخر حاجه. والخيط اهم حاجه ما يكونش غليظ، ما يكونش ملوت ومسخ، يكون في بلاصه اللي نقيه وفي شي علبه من الافضل. الا حيتي الشعر والخيط مسخ فاكيد غينوضلك الحبوب بحال هكا. الخيط كيكون اول حاجه، بعدا غنرطب وجهي. وغتلويه بهذه الطريقه، هذه تكون هاد الايد تكون في بلاصتها ما كتحركش، وهذه هي اللي كتحرك اليمنيه، عاد على حسب انت واش يمنيه يسريه. فمهم انا كنوريك الطريقه، ما تلويهش بزاف، لويه غير اللي يكون عندك هاد المسافه باش تحيد لك الشعر. شوفي صافي، وهاد الايد كتحطيها على هنا، وهاد الايد هي اللي كتبقى تحرك وكتحيد الشعر. وراه فيه شعر، انا نصور لكم باش تعرفوا الشعر واش كيبان ولا لا. Thank you.
تصحوا بكري كيبقى لكم الوقت ديروا بزاف د الحوايج. دابا عندي يلاه العشرة وشي حاجه، فدابا غادي ندير ميك اب سريع خفيف معكم، ولكن ماشي توتوريال لانه اوريدي درت لكم في الفيديو اللي قبل من هذا. الا ما مشفتوش سيروا شوفوه، درنا توتوريال ديال ميك اب العيد. فغادي ندير اليوم ماكياج يكون زوين وخفيف. عندي هاد الفونديشن ديال ارماني طول عندي، خاصني نساليه، داكشي علاش تشوفوني كل مره كنديرو. وجهي درت شويه ديال هاد البرونزر ديال درانك اليفانت، فغيبان لكم السمر، ولكن وي غانا فيكس ات دونت وري، غادي نقادوه بالكونسيلر. ندير كونسيلر ديال نارس، هاد الدرجه سميتها كوستر، هادي تقريبا بحال لون ديال البشره ديالي. كتبان لكم هنا بيضه حيت انا سمرت راسي، ولكن هي نفس درجه اللون بشرتي. دائما ملي توقعوا في هذا الغلط ديال الفونديشن اغمق ولا افتح، ما تخافوش، يا اما غادي تصلحوا الغلط بكونسيلر فاتح، يا اما غادي تصلحوا الغلط ببرونزر الا كان الفونديشن فاتح عليكم. دابا غادي نجرب هاد لوس باودر جديده ديال ميك اب فوريفر. يلا خديتها انا مولفه، كناخذ العاديه اللي الغطا ديالها رمادي هادي، ولكن اوت اوف ستوك، وقلت ناخذ هذه نجربها بما انه هي قالت انها احسن. غادي نشوف حتى الدرجه اللي خديت ماشي نفس الدرجه ديالي. هاد الدرجه سميتها شو سميتها بنانا كوركتيف بنانا، هي صفرة شويه على صراحة غامقة شوية. فاش جربتها تما كنت كتبان فاتحة، داكشي علاش أي حاجة خديتها كنبغي نجربها على راسي هي الأولى قبل ما نخدم بها على شي كلاينت، باش هكا ما نتصدمش من بعد من النتيجة هادي. ولا بد كان خاصني نجربها على راسي باش نشوف. وفاش جربتها شوفوا الإضاءة ديال سيفورا ماشي هي الإضاءة ديال الدار، ديما كتكون مختلفه. كتجربي فونديشن كتجي للدار كتلقايه ماشي نفس البشره ديالك، او كتجربي بحال دابا لوس باودر كتصدق ماشي نفس الحاجه. تو دائما خدي تيستر ديه للدار، عاد جربي عاد خدي عاد شري. ندير برونزر، ندير هاد المره غناخد كحل، عندي هذا ديال هدى بيوتي، وغنرسم بحال ايلاينر، ماشي بحال ايلاينر غير بحال شي خط وصافي، ومن بعد غادي ندمجو حليب بالبراش. مي ضروري الكحل يكون شويه كريمي باش تقدروا تدمجو. من بعد غادي نحط عليه اي شادو كحل في نفس البلاصه، وغنسحبو على برا شويه، وغادي نبقى نحط تدرجات ديال الالوان. بحال دابا حطيت هاد الكحل، غنحط هاد الماغون شويه، ومن بعد غادي نفتح باش يجي بحال الامبري. غنحط من الفوق ماشي في البلاصه اللي فيها الكحل. دابا غادي نحط افتح حاجه اللي هو هاد اللون. شوفوا غير بهذا البراش قدرت انني نرسم ايلاينر بالاي شادو ويجي مدموج بهذه الطريقه. هاد سالت الميك اب شوفوا كي جاكم خفيف ظريف، زعما ما ركزتش فيه بزاف، مي المهم عجبني، ما جاش جا زوين، جا مات. والبلاشر ما بغيتش ندير داك البينك كما درت لكم ديك المره، درت اورنج باش يجي زوين مع السموكي ديال الايلاينر اللي درت. والليبستيك درت هذا ديال شارلوت تيلبري سميتو بيلو توك، هذا معروف هذا الليبستيك هذا، وهذا الشيد بالذات معروفه عند شارلوت تيلبري. والمحدد درت هذا ديال هدى بيوتي سميتو تيراكوتا. سو
وهذا هو الميك اب. شعري بصراحه ما بغيتش نصايبو خليه يرتاح، مع درت ليه السدر فبغيتو يرتاح شويه، ما بغيت ندير ليه لا سيشوار لا حتى شي حاجه. عند ذات غنمشي نلبس باش نمشي عند فيكتوريا نقول لها صباحك مبروك، ومن بعد غادي نمشي دي رونديفو مع 12. غادي نلبس هذا القميص، هذا عنده جلابته غير انا بغيت نلبسه بوحدو. هذا القميص احسن حاجه خيطته هو الجلابه ديالو فنه بلاتي ما عليكم. هاي كل البنات اللي متابعيني شايفيني لابسه هادي واعره كتجي مع هذا، ولكن صافي لبستها بزاف داكشي علاش قلت غادي غير القميص بوحدو. شعري قلت لكم ما صايبتوش نخلي غير بحال هكا جوج زوين جوج خايب. وغادي ندير لي حاجه ديالي ميرا من ماتيا، الريحه ديالها فيها الرمان وطوباكو وفانيلا وزبده الكاكاو، فاخر حاجه كتبقى ريحه الطوباكو. الريحه الصراحه ديال البيت غنمشي نجيب الفخر باش ندير البخور. ندير هذا المعمول، هذا سميتو الين، دير بحال هكا وي بلاتي بلاتي نديرو ونرجع لكم حيت ميمكنش نخدم بيد وحده. الله ما كرهتش الصراحة نبخركم معايا كاملي على ريحة شحال فنو فراسكم. انا ما كنتش من عشاق البخور ومحبين هادشي، ولكن سبحان الله ماشي اي حاجة كتعجبني، كتعجبني الحاجة اللي نقية ما كتضرش في الراس، وهذا فعلا تيخلي ريحة زوينة في الدار. كاين ديال الشعر وديال الحوايج نتا هذا تقدو ديرو للشعر والحوايج، ولكن هذا انا كيعجبني اكثر للدار. توقعت صاحبتي غتفيق اليوم بكري حيت هي شي از ان ايرلي بيرد بيرسون، ولكن مع الاسف فقط لاله الشريفه مع 12 دابا 12 بالضبط 11:59. غنمشي غندي ليها المسمن حيت شحال هي كتوحم ليا على المسمن، قالت لك بغيت اعمل وبغيت اعمل وبغيت اعمل، عطيتها اعمل اللي جبت معايا من المغرب. قلت لها واش كليتي؟ كل مره كنسولها كتقول لي ما ناكلوش حتى ديري المسمن، حتى قالت لك زعما هي الحمد لله املو ما كيجي غير مع المسمن. كنقول لها ودي كلي مع الخبز، كتقول لي لا كيجي غير مع المسمن. صوص الصباح درت المسمن وجبته ليها. هلو بالم 6 عيد مبارك. هاد لا ريزيدونس فاش ساكنه صاحبتي فيها لا سيكيورتي، فكيسولوك في الباب على الاي دي وداكشي، وعيينا نقولوا ليهم راه انا راه العام الرابع وانا كنجي، وكل مره كيبدلوا السيكيورتي وكنعاودوا نفس الموال. كيسخفني على ما ياخذ التليفون وياخذ نمره الاي دي وياخذ سميتي، كنكره. وديما كدبز معاهم فيكتوريا كتقول لهم ما عمركم ما توقفوه، ولكن كيحسوا كره زعما راه داخله لشي وزاره. ساليت من الصالون، صايبت ضفاري ديالي يدي ورجلي، يبان لكم من وجهي صافي بدا كيغمى علي. تخيلوا من ثلاثة وانا فايقه، ضربتني الفيقه مع ثلاثة ونط زعما بلا عكز عليا، ماشي بقيت ناعسه نط. راكم صورت لكم جمعت الدار درت مسمن صافي، بديت كنحس بالعيا. ما كرهتش ندير شي قيلوله، ولكن انا غادي نمشي نتغدى مع صاحبتي جات من دبي وخاصني ضروري نشوفها حيت من مورا الا ما شفتهاش اليوم من بعد غيكون عندي خدمه وداكشي فما غنلحقش. و يس وفراسكم حطيت تليفوني عندهم في الريسبشن باش يشارجيو عليا،
الاخر ستورج فول، فغنحاول بهذا نصور لكم لقرات. واخا كنت باغا ندير مونتاج ناري، بقيت تبعني المونتاج وانا كنقول الا رجعت ندير قيلوله. ناري ناري غادي نشوف، حيت هاد الكنز الشارجور ديالو ماشي بحال الايفونات القدام، هذا الشارجور ديالو يدير بحال الايباد وبحال اللابتوب، فإلا لقيت شي شارجور غادي نشارجي في المول، سينو نتلاقاو في الدار. هلو، رجعت للدار وفرحانه بزاف حيت قدرت نسرفايفي من 3 ديال الصباح ولا 2:55 تقريبا وانا فايقه، ودابا 8 ديال العشيه. سو هابي، باقي تابعاني الخدمه، غندير لكم مونتاج لهذا الفيديو. وسوري ما صورتش لكم حيت تليفوني طفى، وكيف ما قلت لكم تحد ما عنده شارجر ديال هذا التليفون. و ياس، خرجت انا وصاحبتي، بقينا هضر 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 هضر. عرفتوا ديك صاحبتك اللي ماشي صاحبتك ديال شحال هادي، ولكن كتلاقاو مره في شحال والهضره ما كتقاداش، هذاك النوع. يعني مني جلسنا من الوحده ونص وحنا كنهضروا حتى للسبعة حتى للستة وحنا كنهضروا، ما شبعناش وما مليناش، وما كانش داك نقطه الهدوء ديال السكات باش نقلبوا على شي موضوع اخر، ما كانش. فاو سو هابي الصراحه، عيد ما دازش ممل، موالف كيدوز عندي ممل. ف يس، وداكشي باش تعطلت عليكم باش نحط لكم فلوغ، حيت بغيت نصور لكم النهار كامل كيفاش داز. غنمشي دابا ندير نحيد الميكاب وغندير لكم مونتاج لهذا الفيديو، ونتمنى يكون عجبكم. واخا ما عرفتش شنو درت فيه، ولكن نتمنى يجي زوين. ما تنساوش ديروا سبسكرايب شير ولايك للفيديو، وغنخلي لكم حساباتي في السوشيال ميديا في ديسكريبشن بوكس، يو كان فولو مي ذير، ام اولويز في الانستغرام والتيك توك مره مره. و سي يو سون، باي باي.